سعيد يتابع أخبار داء الإيبولا في أفريقيا مثل اللي يشوف فيلم رعب، خاصة بعد ما منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ بعد تفشي هذا الداء الخطير في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لا تخاف يا سعيد، لكن خلني أشرح لك شوي عن داء الإيبولا. وتخيل أنه على الأرجح جاي من الخفافيش. تم اكتشاف هالفيروس الخطير عام 1976، ويرجح أن انتقل إلى البشر عبر أكل فاكهة عضها خفاش مصاب. والوباء صار يظهر في بعض الدول الأفريقية مع الازدحام وغياب النظافة وضعف الخدمات الطبية وخاصة الأزمات السياسية. الأعراض تظهر بعد يومين إلى 21 يوم من الإصابة، وتشمل حمى وإسهال وتقيؤ وغثيان ونزيف وآلام في الرأس والبطن والصدر والمفاصل. شيء مخيف يا سيد. وحاليا الداء مميت بنسبة 50%، بينما في الماضي كان يقتل 90% من المصابين. العلماء يشتغلون على لقاح وأدوية للإيبولا، وإن شاء الله النتيجة تكون قريبة، وعساكم دوم بصحة وسعادة.